السلام عليكم. أنا وصفة العجينة الدسمة للكيتو دايت هاي شكلها نهائي، معجنات من الزعتر والجبنة، بتتقدم مع الفليفلة والنعناع والخضروات. ايش بتحبوا من الخضار؟ جنبها بكون افوكادو زي ما بتحبوه. نبلش، بنجيب الموزاريلا بنحطها بصحن شفاف، نحط فيها معلقتين لبن كبار او جبنة كيري حسب متوفر عندكم، دخلوها بالمايكروويف دقيقة ونص تكون هاي شكلها. بتحطوا لها بيضة بعد ما تطلع من المايكروويف، بنحط لها معلقة صغيرة بيكنج باودر، بنحط لها كيس سكر ستيفيانا، ستيفيا الخاص بالكيتو دايت، بنخلطهم مع سوا بيكون هاي شكلها. حطوا لها شوية ملح كمان، نسيت احكي لكم، شوية ملح خفيف، ملح هملايا او ملح البحري، بيكون هاي شكلها قوامها. بنفردها بين اكياس بارشمنت بيبر اللي هي ورق الزبدة، ومنحطها ونفردها ونخبزها ب 180 درجة حرارة على 12 دقيقة، وهي شكلها. وصحتين وعافية.